كذلك شهدت المحاكمة سؤال المحامي نواف سالم المطيري للقاضي عن سبب وجود المحامي يعقوب الصانع، ويعني هل هو يعتبر موكلا عن أحد المتهمين. فأوضح القاضي بأن المحامي الصانع هو موكل للنائب علي الراشد الذي ادعى مدنيا على المتهمين 68، يعني كلهم 68، وكذلك يعني بالإضافة لهم ادعى مدنيا على وكيل وزارة الداخلية بصفته بتعويض مؤقت قدره 5000 دينار على ما أصابه من ضرر نفسي كما فهمنا من قضية دخول مجلس الأمة. طبعا بعد ذلك تم إصدار القرار بتأجيل القضية إلى 8 من شهر أكتوبر المقبل.